BMW i3 حصلت على أول عملية تحديثات بجيلها الأول مؤخرا لتظهر النسخة المجددة منها الشهر الماضي ضمن فعاليات معرض فرانكفورت للسيارات. واليوم سنقدم لكم أعزائنا متابعي كارز نيوز أول معلومات عن سعر BMW i3 موديل 2018. وفقا لما نشرته مدونة BMW بلوك، سيبدأ سعر سيارة i3 موديل 2018 من 44,450 دولار أمريكي، أي ما يعادل 166,697 ريال سعودي. أما سعر BMW i3S موديل 2018 فسيبدأ من 47,650 دولار أمريكي، أي ما يعادل 178,699 ريال سعودي، أي بزيادة قدرها 3,200 دولار أمريكي، أي ما يعادل 12,000 ريال سعودي عن الطراز الأساسي. وكما ذكرنا مؤخرا، سيارة BMW i3 موديل 2018 التي تضمنت صادم أمامي جديد ومصابيح ضباب محدثة التصميم، ولتميز النسخة الأساسية عن فئة S الجديدة من هذا الطراز، يوجد أجزاء بلاستيكية في مقدمة السيارة الأساسية تم استبدالها بأجزاء معدنية في نسخة S. وركز الصانع الألماني على المسافة التي يمكن أن تقطعها هذه السيارة الكهربائية بالشحنة الكهربائية الواحدة ليزيد المدى بنسبة وصلت إلى 60%، لتتمكن BMW i3 المحدثة من قطع مسافة 450 كيلومتر في الشحنة الكهربائية الواحدة بدل من 300 كيلومتر التي كانت تقطعها السيارة السابقة بالشحنة الكهربائية الواحدة. ميكانيكيا تعتمد سيارة i3 المحدثة على محرك كهربائي يولد قوة 184 حصان و 269 نيوتن متر من عزم الدوران، أي بزيادة قدرها 14 حصان و 20 نيوتن متر عن الطراز السابق. وحصلت النسخة الرياضية BMW i3S من هذه السيارة الصغيرة الصديقة للبيئة على نظام تعليق رياضي يقوم بتخفيض ارتفاع السيارة عن الأرض بمقدار نصف إنش. وزودت هذه النسخة الجديدة بإطارات مقاس 20 إنش مما يزيد من عرضها مقارنة مع الطراز الأساسي، وحصلت على لمسات رياضية تميز مقصورتها الداخلية أيضا. لا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد بعالم السيارات.